ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تحت هاشتاج عرسال تستغيث تداول المغردون نداء استغاثة اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال اللبنانية ومناشدتهم للمنظمات الدولية والجمعيات الإنسانية لإنقاذ وضعهم المأساوي، وذلك إثر عاصفة ثلجية عنيفة ضربت المنطقة بما فيها المخيمات، محذرين من وقوع حالات وفاة للأطفال لعدم توفر موارد للتدفئة لهم. المغردون تداولوا صورا تظهر معاناة اللاجئين ومأساة الأطفال الذين ينامون فوق الثلوج، إضافة إلى مقطع فيديو يظهر حال المخيمات منذ اليوم الأول للعاصفة الثلجية وحتى الآن. وتعبيرات المغردين احتوت حزنا وألما على أهالي المخيمات، مطالبين الجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء للتحرك الفوري لإنقاذهم قبل فوات الأوان، مؤكدين بأنه واجب إنساني على كل مسلم. دعينا الله أن يحفظهم ويمن عليهم بالعطف والرحمة.